يحتفان بمولدتهم التي رزقوا بها واسموها كردستان، تيمنا وعرفانا بالمواقف المشرفة والنبيلة لشعب كردستان الذي آواهم واستقبلهم ومد يد العون لهم في محنتهم الناتجة جراء نزوحهم من مناطقهم عقب سيطرة المجامع الإرهابية عليها. تيمنا بمواقف شعب كردستان المشرفة والنبيلة في إيواء واستقبال النازحين، أطلق أحد وجهاء عشيرة العبيد من النازحين من ناحية الرياض والساكن حاليا في ناحية تكيا اسم كردستان على حفيدته خلال مراسيم احتفالية تخللتها إقامة مأدبة غداء لأهل المنطقة التي اتخذوها ملاذا لهم. سمينا كردستان اعتزازا بكردستان لأن احنا حاليا ساكنين بكردستان، شفنا طيبة أهل كردستان، واعتقد هي تستاهل احد يسمي كردستان، يعني كردستان ناس طيبه وقدرونا وآمونا وقاموا بالواجب، فمن واجبنا ان نسمي كردستان اعتزازا بكردستان. والد المولود كردستان اعرب عن شكره وتقديره الكبيرين لشعب كردستان لما ابدوه من حفاوه بالغه في استقبالهم ومد يد العون لهم في محنتهم هذه. بدوره أكد أحد وجهاء ناحية تكيا أن النازحين هم ضيوف عزاء وكرام على شعب كردستان، منوها إلى أنهم لم يدخروا جهدا من أجل التخفيف من معاناة النازحين. احنا سمينا هذا الاسم لأن اعتزازا بكردستان، بطيب كردستان، استقبالهم ما خلونا نحس بغربة وكأننا مهجرين نازحين، هذا الشيء خلانا نسمي الاسم كردستان. نحن على استعداد لتقديم يد العون في أي وقت وزمان للنازحين وهذه العائلة الكريمة التي حلت كضيوف أعزاء على المنطقة التي فتحت لهم قلوبهم واحتضنتهم كإخوة، واليوم نحتفي معها بمولودتهم اليمنى والتي أسموها كردستان. لطالما كانت كردستان على مر العقود الماضية ملاذا للفارين من بطش الدكتاتورية والنازحين الذين قصدوا كردستان هذه المرة هربا من جرائم العصابات الإرهابية. يشعر خالد، فضائية كركوك. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن تمكن التحالف